داعمة للإرهاب في سوريا تتاجر مجددا بمعاناة السوريين من إرهاب مرتزقة الخارج، وتحاول إصدار بيان مسيس عبر مجلس الأمن يدعم الإرهابيين. وروسيا تتصدى للقرار المنحاز للإرهابيين الذين يحتجزون المدنيين دروعا بشرية، وتطالب بأن يشمل كل المدن والقرى التي تحاصرها العصابات الإرهابية. يستدعي أعداء سوريا وتجار معاناة شعبها العامل الإنسانية كلما استدعت الحاجة، بهدف تخفيف الضغط عن إرهابيهم المرتزقة الذين يقتلون السوريين ويدمرون اقتصادهم ومعيشتهم، وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي لهم عندما يقوم الجيش العربي السوري بواجبه في ملاحقتهم وإنقاذ المواطنين من إرهابهم. الدول الغربية حاولت تكرار سيناريو المتاجرة الرخيصة بأهالي القصير منذ مدة في أحياء حمص القديمة، فعمدت إلى تقديم مشروع بيان إلى مجلس الأمن يطلب دخول مساعدات إنسانية إلى تلك الأحياء، ولكنه في حقيقة الأمر لا يمت إلى الإنسانية بأي صلة، بل يهدف إلى إنقاذ الإرهابيين الذين يحتجزون المواطنين منذ أشهر طويلة. الدول المقدمة لمشروع البيان لم تسارع إلى طلب المساعدة الإنسانية للسوريين عندما قام الإرهابيون ذاتهم باجتياح المدن وحصارها وتدمير اقتصادها وترويع قاطنيها وتهجيرهم منها، بل صمتت حتى عن استهداف قوافل الصليب والهلال الأحمر عندما حاولوا الوصول إلى من يتخذهم الإرهابيون دروعا بشرية العام الماضي. روسيا تصدت للمشروع المسيس واعتبرته غير متوازن ويقوم على معايير مزدوجة، وقدمت مقترحات لتعديله بحيث يشمل المدن والقرى التي يحاصرها الإرهابيون، ولكنها قوبلت بالرفض لأن هدف مقدميه ليس إنسانيا بل هو سياسي بامتياز، وهو يأتي في وقت يتواطأ فيه بعض مسؤولي الأمم المتحدة من خلال تعمد إخفاء أرقام ووقائع موثقة لجرائم الإرهابيين وفقا لأوامر سياسية غربية المنشأ. الدول المقدمة لمشروع البيان هي المسؤولة عن معاناة السوريين، وهي من يمارس الرياء والنفاق بزعمها الكاذب الحرص على حياة وسلامة المدنيين في الوقت الذي تقدم فيه الدعم العسكري واللوجستي للعصابات الإرهابية وتغطي جرائمها وتمنع إدانتها في المحافل الدولية.